كلميني عن جديد نرمين ماهر بالنسبة للتمثيل. أنا بعمل مسلسل اسمه سرايا حمدين، إخراج سيف يوسف. معنا مجموعة كبيرة من الفنانين، سامح حسين، محمد ثروت، رندا البحيري، إيمان السيد، ناس كتير قوي معنا. وبعمل شخصية بنت كده كوميدية، هو المسلسل أصلا كله كوميدي. بعمل بنت نصابة، أي حد بتقابله في وشها بتنصب عليه عادي جدا. ده هيتذاع في رمضان ولا بره رمضان؟ والله في أقاويل بتتقال إن أول 30 منه هتتذاع في رمضان، وفي بيقولوا كله هيتذاع بره رمضان. هو نوعية المسلسلات اللي هي بتنتمي للتسعين حلقة. انت شايف انه 90 حلقه في مصر دلوقتي لقيت نجاح اكبر من مجرد عرض في رمضان في وسط الزحمه؟ على حسب، لازم المسلسل يشد الجمهور، وبالتالي ممكن نعمل منه 60 و90 مفيش مشكله. لكن مسلسل لما يبقى دمه تقيل هتعمل 30 ليه اصلا؟ فاهمني؟ فبيتحدد الكلام ده من نسبه المشاهده في اول جزء. انا سعيده جدا بردود افعال سلسله دم عن دوري بالذات، دور بسمه، ودي من اكتر الادوار اللي انا حبيتها ومن اكتر الادوار اللي عملت لي نقله في حياتي. وان شاء الله تابعوا سلسله دم واخر جزء بعد رمضان. هو ده يعتبر الجزء الخامس ولا تكمله للجزء؟ هو الجزء الرابع، بس هم قسموه 30 و30، فحاجه ترجع للشركه، بس هو يعتبر الجزء الرابع، يعني تكمله الجزء الرابع. ايه المفاجآت اللي هنشوفها في الجزء الاخير؟ لا انا هحرق لك المسلسل. عايزين حاجه سكوب للفوشيا كده، تقول لنا حاجه مختلفه عن اللي احنا شفناها، حاجه في الجزء الثاني كده مفاجاه لينا. يعني مش هقدر اقول لك ايه الاسباب عشان الناس تتفرج على سلسله دم، بس ما هتتحبس في بقيه الجزء الرابع. هتقتل حمدان؟ مش هقول لك ايه اللي هيحصل. لازم تتابعوا المسلسل ومش هحرق لكم الحلقات. طب هل هي هتتطلق من حمدان ولا هتفضل زي ما هي؟ هتتطلق طبعا. هتتطلق ولا تفضل زي ما هي؟ هي بتسعى للطلاق. والله مش هقدر اقول. بس انت قلت هتتطلق، ده اعتراف وقعت فيه ولا ايه؟ اعترفت وقعت. اكيد هتتطلق بس بطريقه مختلفه، بطريقه هتحبسها. يعني في دلوقتي بتزعلي مثلا مسلسل الاستاذ بلبل وحرامه بتاع فتحي عبد الوهاب ورانيا فريد شوقي، ده بيتذاع حاليا. وفي فيلم بعمله اسمه خسسني شكرا، انا وكوكي اخت روبي بنعمل شخصيه بنتين كده تخان وبيحاولوا يخسوا، فيلم لايت كوميدي. معانا بقى مجموعه كبيره من النجوم الضيوف الشرف زي احمد بدير وإيمان السيد وناس كده كتيرة، وهو إخراج وائل عبد القادر. ده يعتبر بطولة مطلقة ليكي أنت وهي، أنت وكوكي؟ احنا الاثنين بطولة بكره كلمة بطولة مطلقة. عايز أعرف نرمين ماهر بعد الارتباط هل اختلفت حياتك الشخصية؟ ده أثرت على حياتك الفنية ولا لا؟ لا لا لا، الاثنين ماشيين جنب بعضيهم. والحياة لطيفة يعني.